السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة نتاع الأغواط اللي نعرفكم على المستشفى الجديد نتاع مكافحة السرطان، والذي تم يعني الانتهاء من الأشغال به، وسوف يوضع حيز الخدمة في الأسابيع القليلة القادمة. وللعلم أنه في مدينة الأغواط فيه زوج مستشفيات تفصلهما طريق مزدوجة، يعني متقاربين من حيث المنطقة يعني الجغرافية، ويقعون في المدينة الجديدة أو في التوسعات الجديدة لمدينة الأغواط. والمستشفى الثاني هذا مستشفى تاع 240 سرير، مستشفى مختلط عسكري مدني، ويقابله إذن هذا المستشفى الجديد نتاع مكافحة السرطان. وبالعلم أن المستشفى تاع الأغواط الجامعي تاع 240 سرير تم افتتاحه هذه مدة عام ولا، والآن يتم يعني الافتتاح نتاع المستشفى الثاني هذا، وهذا أمر جميل جدا أن مدن يعني مدن داخلية يتم إنشاء زوج مستشفيات بهذا الحجم، يعني من حجم كبير. وإن شاء الله هذه الهياكل الصحية تنتشر في كل الولايات تاع الوطن 58، ويعني تكون فيه تطوير اليد الجانب البشري، يعني التكوين ثم التكوين الطبي والشبه الطبي والتكوين الهندسي كذلك، لأننا نسحق إلى مهندسين في هذا الميدان الطبي في تسيير المعدات وصيانة المعدات والحفاظ على التجهيزات والحفاظ على الهياكل بصفة عامة. لازم مهندسين في الميدان الطبي، في الميدان الشبه الطبي، في الميدان الصحي. في الأهل الكلام الحقيقي هو المهندسين في الميدان الصحي، يعني بصحة في ميدان الصحة، دي انجينيور دو لا سونتي، دي انجينيور دون دومين اوسبيتاليي. لازم يكون مدرسة عليا لتكوين مهندسين في الميدان الصحي اللي يعني تكفل بكل هذه المشاكل، الجوانب التقنية، التقنية نتاع المعدات والهياكل والتمويلات الطاقوية لهذه المستشفيات. فيها تقنيات كبيرة جدا خاصة بالمستشفيات، يجب تطوير إذا مدارس لتكوين مهندسين في هذا الميدان، بدون ما ننسى التقنيين الساميين والشبه الطبي وكل يعني التكوين البشري بصفة عامة. نترككم تتابعون إذا ما تبقى من هذا الفيديو حول المستشفى مكافحة السرطان الجديد بمدينة الأغواط، والسلام عليكم.